السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التدريب الرياضي نص وظيفي مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس. مرحبا بكم. على أين نبدأ؟ ولهم الصفحات. إذا ماذا يفعل الطفلان في الصورة؟ انظرا أو انظروا إلى الصورة. ماذا يفعل ماذا يفعل هذان الشخصان أو هذان الطفلان؟ إذا الطفلان يتدربان في الهواء الطلق. تخيل الهدف من تدربهما الرياضي، يهدفان إلى الحفاظ على صحة جيدة وتقوية عضلات الجسم وممارسة هوايتهما المفضلة وهي الرياضة. نعم، مباشرة لا ما نقراوش النص، ندوزو نمشيو. نعم، أضيف الكلمة المناسبة للعنوان. التدريب مهم، التدريب الرياضي فن، التدريب الرياضي علم كما جاء في النص، التدريب الرياضي مفيد، التدريب الرياضي أسلوب تربية. أكمل عائلة المفردات الخاصة بالرياضي والرياضي: العضلات، الأجسام، الوزن، الحركة، القوة، المرونة، التشنج، نقولوا مثلا تشنج عضلي مثلا، التدريب للانتباه، التحمل، الصبر، المثابرة، التركيز، فالمهارة. إذا نوقف الفيديو بينما قريب المؤذن ديال المغرب. رمضان مبارك سعيد بما قلتو، ونكملو إن شاء الله من وراء الفطور إن شاء الله تعالى. إذا نوقفو هنا، إذا نخليو هنا. السلام عليكم ورحمة الله. أقرأ الفقرة الأولى وأضع الأرقام 1، 2، 3، 4 لأرتم ما شرح الأستاذ لأحمد حول التدريب الرياضي. إذا أقرأ الفقرة الأولى. إذا لأرتب ما شرح الأستاذ لأحمد حول التدريب الرياضي. مهم جاني أنا هذا الترتيب: إعداد الرياضي، تدريب جيد، فوز بالألقاب، اكتساب القوة. أصل بين كل رياضتين وما تحتاج إليها: السباحة، جسم رشيق يساعد على سرعة الحركة، العدو يعني الجري، قوة القدمين، المصارعة، أجسام ضخمة وعضلات قوية، رمي الرمح، قوة السائدة. قبل ذلك المناكمة هي أصلا ما عندناش، لكن بلاصة راه كاينة كرة السلة. سرعة حركة الجسم وقوة الانتباه عندنا كرة السلة، مكايناش ملاكمة تما. لماذا يعتبر التدريب هاما بالنسبة إلى الرياضي والرياضية؟ لأن التدريب أهم شيء للرياضي، لأنه يحافظ على قوته ونشاطه ومهاراته في اللعب أو الأداء الرياضي. ما دور المدرب في التدريب الرياضي؟ دوره مهم وعنصر أساسي، وهو السبب الرئيسي في نجاح الرياضي أو فشله. أحيط العنصر الذي لم يذكر حول التدريب الرياضي. يختلف التدريب الرياضي حسب القامة، العمر، الوزن، الجنس. إذا قلنا الوزن هي اللي مكيناش. يعتمد التدريب الرياضي على الصبر، القوة، الاستمرار، الصمود. إذا القوة مكيناش، عنصر لم يذكر. يتطلب التدريب الرياضي أسلوبا في النوم، السكن، الراحة، الغذاء. إذا اللي ما ذكرش هو السكن. نعم، أحدد لكل عنصر ما استفدته من النص. بالنسبة أهمية التدريب ودوره، أن استفدت أن التدريب الجيد هو الذي يصنع الأبطال. بالنسبة ما يتميز به الرياضي، يعني مميزات الرياضي: يتحمل التدريب المستمر، الانضباط للتدريب، مهارات الرياضي، الصبر، الصمود، الاستمرار، حياة الرياضي، نظام النوم، الغذاء والراحة. يعني كل هذا يخضع إلى نظام معين. نعم،
أناقش ما يجب أن يتميز به الرياضي والرياضية، يعني تحمل التدريب الصعب مواجهة الضغط النفسي. قلنا أقول لكي يصل الرياضي إلى ما يصبو إليه ويحقق أهدافه، فما عليه سوى تحمل التدريب الصعب ومواجهة الضغط النفسي، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الفردية واتباع برنامج رياضي يوافق الفروقات الفردية، ومع تعيين مدرب خبير يعينه على التدريب ودقتها. نعم، أسوغ على منوال ما يأتي: لا يكون بطلا إلا إذا قام بتدريبات كثيرة حتى يصبح قويا. إذن لا أكتفي إلا بالقليل من الطعام المفيد حتى أحافظ على رشاقة جسمي. التدريب أهم شيء للرياضي لأنه يحافظ على قوته ونشاطه. المراجعة أهم مرحلة في فهم الدروس لأنها تساهم في تحسن المستوى الدراسي. أيمكن أن أكون رياضيا بدون أن أتحمل تدريبا شاقا؟ أيمكن أن أفوز بالمرتبة الأولى بدون أن أستعد جيدا؟ هذا سؤال خاصكم على علامة الاستفهام ديروها. نعم، أبحث عن أسماء رياضيين ورياضيات برزوا في نوع رياضي وأعد بطاقات عنهم. أرى درت محاولة واحدة، مثلا اسم الرياضي سعيد عويطة، موطنه المغرب، الرياضة يمارسها هي العدو الجري، حقق وكان بطلا أولمبيا. إذن بطل أولمبي. صلوا على رسول الله.